ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة، التأهل إلى أولمبياد طوكيو والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعة القادم، ولكن الهدف الأهم هو الوصول إلى طوكيو. طبعا بعد وصول منتخبنا الوطني أو حجز منتخبنا الوطني البطاقة الثانية في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، الرئيس السيسي يبعث رسالة تهنئة لكل نجوم منتخبنا الوطني الأولمبي، وبيدعوهم إلى بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة. فبالتالي ألف ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، وإن شاء الله مصر كلها تفضل في ظهركم خلال الفترة القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعد هذا، بعد ما نقفل مع حضراتكم ملعب الأهلي، هيكون معاكم على الهواء مباشرة النجم محمد الجندي، معاه مهندس شريف حبيب، هيتكلموا في كل ما يخص أشياء كثيرة جدا جدا في برنامج الأهلي يحاور. أهلي يحاور هيكون في مع حضراتكم النجم محمد الجندي، وأيضا هيكون ضيفه في هذه الحلقة المهندس شريف حبيب، هيتكلموا زي ما قلت لكم في كل ما يخص كرة القدم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم غدا في حلقة جديدة من ملعب الأهلي.